والمزيد من المتابعة حول فعاليات وخدمات مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدثة باسم المهرجان الأستاذة منى عبد الوهاب. برحب بحضرتك ونود معرفة صورة عن قرب لكافة الترتيبات والتنظيمات التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لخروج المهرجان بالشكل الأمثل الذي يقدم خير الخدمة للمواطن المصري. والله يعني في السياق ده يا فندم، الشركة المتحدة دلوقتي يعني بتعمل إطار موسع جدا من التعاون مع كل الوزارات اللي ممكن يكون ليها دور فعال وإيجابي يعني يقدم للمجتمع خلال فعاليات المهرجان، وده طبعا بادئ معنا بوزارة الصحة والسكان. نعم، شارع الخدمة الصحية تحديدا وبدء تقديم الرعاية والتوعية لرواد المهرجان، ما هي القوة التي ستكون في هذا الشارع؟ كيف ستقدم الخدمات المختلفة لمن يأتي إلى هذه المدينة العالمية؟ الشارع هيحوي كتير جدا من عربيات الإسعاف المجهزة. احنا بادئين يعني غالبا لحد دلوقتي بعشر عربيات، لحد اخر الاسبوع باذن الله نوصل لعدد 100 سياره اسعاف مجهزه لاجراء الكشوفات الطبيه والكشف عن الامراض المبكره والامراض المزمنه. العربات دي هتكون موجوده لخدمه أهالي المدينة والخدمة رواد المهرجان، لخدمة عمالنا اللي بيشتغلوا ليل ونهار هنا في درجة حرارة عالية واللي هم معرضين طبعا يعني لأي إصابة. المفروض أنه إن شاء الله بكرة في مؤتمر صحفي لدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هيطلق فيه الإشارة الأولى للخدمة الطبية من مدينة العالمين الجديدة، وهيعلن فيه عن كل الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة وإدارة المهرجان والشركة المتحدة لكل رواد المهرجان ولكل أهل المدينة. نعم أستاذة منى، ماذا عن سير المهرجان؟ الفعاليات التي تأتينا يوما ونحن معكم نتابع لحظة بلحظة بالطبع من خلال فرق عمل كبيرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. سير المهرجان ليه فعاليات مختلفة، وكأنه يعني مجموعة مهرجانات تحت شعار مهرجان واحد، مهرجان العالمين الجديدة اللي شعاره العالم عالمين. بيقدم فعاليات غنائية من اليو أرينا اللي هي أرينا الشركة المتحدة، منها يعني هي عبارة عن حفلات غنائية بدأت بالكينج محمد منير ورحنا لكاظم الساهر وماجدة الرومي، عندنا الأسبوع الجاي بإذن الله تامر حسني، عندنا المسرح الروماني في المدينة التراثية. المسرح ده بيقدم من عليه فعاليات كتيرة جدا، بدأتها الأستاذة منى الشاذلي ببرنامج معكم وحفلة للفنان مدحت صالح. عندنا بكرة يوم السبت بإذن الله على نفس المسرح في صاحبة السعادة الأستاذة إسعاد يونس. المسرح ده كمان بيقدم من عليه فعاليات كثيرة لوزارة الثقافة. عندنا كمان شريف مذكور هيطلع من على نفس المسرح. عندنا فعاليات أخرى زي اليو سياتر. اليو سياتر هو مسرح الشركة المتحدة اللي تم إنشاؤه خصيصا لعرض مسرحيات، وده خلال خطة أو يعني تحت خطة من الشركة المتحدة لإعادة إحياء صناعة المسرح تاني في مصر، وهيعرض العديد من المسرحيات، منها مسرحيات هي إنتاج الشركة المتحدة مسرحية للدي إس بلس، إخراج وتأليف الأستاذ خالد جلال، وطبعا بيقدم من خلالها وجوه جديدة شابة، يعني منتظرين نجوم جداد بإذن الله بعد المسرحية دي. عندنا طبعا مسرحيات بالتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض، وده تعاون مع الشركة المتحدة. بنبدأ بمسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز، وعندنا مسرحية التلفزيون لإيمي سمير غانم وحسن الرداد. عندنا طبعا في سياق آخر الطفل
يعني هو مفيش حد اتنسى من المهرجان كل العالمي. سيجد ما يحتاجه من ترفيه وثقافة لكافة الفئات العمرية بالطبع. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة منى عبد الوهاب المتحدثة باسم مهرجان العالمين العالم عالمين.